أهلا بكم. من فترة نزلت فيديو اتفاجئت بنسبة مشاهدة عدت 200,000 مشاهدة في وقت قصير جدا، ومش دي كانت المفاجأة بالنسبة لي، لا المفاجأة كانت الكومنتات يا جماعة. الكومنتات عدت 350 كومنت في وقت قياسي جدا، ولقيت نسبة اهتمام غير عادية بالمشروع، وعشان كده قررت إني أوضح لكم كل حاجة وإزاي تكسب شهريا 60,000 جنيه من ماكينة جديدة ومشروع مختلف وجديد في السوق. طيب الفيديو الاصلي طبعا هسيبهولكم، لكن دلوقتي الناس كتير جدا سألت، ودلوقتي هجاوب لكم على اسئله، ومن الاسئله دي هتعرفوا كل حاجه عن المشروع. اول حاجه واول سؤال جالي، الماكينه بتطبع او بترسم على ايه؟ الماكينه يا جماعه بتطبع على الحوائط والزجاج والخشب والمونتال، يعني تقدر تشغل الماكينه في حاجات تانية غير الشغل بتاعها الاساسي. طيب السؤال التاني كان ايه؟ وزن الماكينة وازاي اقدر اطلعها للادوار العلوية. وزن الماكينة يا جماعة 100 كيلو متقسمة على 3 اجزاء، يعني تقدر تطلعها على اي سطح بدون اي مشاكل. السؤال الثالث، ما هو نوع الاحبار المستخدمة في الماكينة؟ الماكينة يا جماعة 1 هيد بتستخدم احبار الووتر بيز، وفي برضو نوع تاني من الماكينة 1 هيد بتستخدم احبار اليو في، وفي نوعين من الماكينة 1 هيد و2 هيد، ولكن ال2 هيد بتكون افضل في الشغل. السؤال الرابع، الماكينه بتستهلك قد ايه احبار في المتر؟ الماكينه بتستهلك احبار من 8 جنيه الى 12 جنيه في المتر الواحد. السؤال الخامس، وقت قد ايه لحد ما توصل للماكينه بعد التعاقد؟ الماكينه بتوصل بعد التعاقد بحوالي شهر، يعني شهر واحد، وبيتم التدريب عليها، وبيكون معاها احبار بتكفيك سنه، وكمان قطع غيار للماكينه، وكمان الأحبار موجودة في السوق بسهولة جدا، موجودة في أماكن كتير جدا، يعني بالنسبة للخامة وبالنسبة للأحبار مش هتتعب عليها لأن هي متاحة في أماكن كتير جدا. هل ممكن أضيف صور على الماكينة غير التصميمات اللي موجودة فيها؟ الماكينة يا جماعة فيها فلاشة تقدر تضيف عليها أي صورة أو لوجو أو كتابة من على النت، أو صورة مصورها بالموبايل، يعني أي صورة مفيش أي مشكلة، صورة شخصية ايا كانت الصورة هتقدر تدخلها على الماكينة وتطبعها بالمقاس اللي انت عايزه. السؤال السابع، بلد المنشأ بتاع الماكينة. الماكينة كل اجزائها ياباني وتقفيل صيني، لان التقفيل الصيني بيرخص من سعر المنتج الياباني، وكمان ضمان سنة ضد عيوب الصناعة، والماكينة بتطبع 15 متر في الساعة، وزي ما قلت سعر المتر عليك من 8 جنيه الى 12 جنيه على حسب الرسمة اللي انت بتختارها واللي انت بتطبعها على الحيطة او بتطبعها على اي خامة من اللي ذكرناها دلوقتي. طيب الموضوع بيتحسب ازاي؟ انت دلوقتي الماكينة المتر بيكلف عليك من 8 جنيه الى 12 جنيه احبار. طيب في حين انك بتحسب المتر مصنعية من 100 جنيه الى 150 جنيه على حسب الرسمة، يعني الصورة العادية غير 3D غير الصورة الشخصية. وبإذن الله بعد الخطة التسويقية اللي هقول لك عليها دي هتقدر من يكون دخلك من الماكينة دي 60,000 جنيه. طيب هتقول لي ايه الخطة دي اللي هتكسبني مبلغ زي ده؟ اولا الماكينة مش موجودة الا بنسبة قليلة جدا، يعني مشروع جديد وبالنسبة لك دي فرصة عشان تكسب اسم في السوق قبل انتشار المشروع بشكل كبير. تاني حاجة، ابدأ بمنطقتك والبلاد اللي حواليك، واهم حاجة يكون بينك وبين الصناعية تعامل وتعرفهم ويكون ليهم نسبة من الشغل بتاعك، وما تقلقش انت كده كده كسبان، لان المشروع ارباحه ممتازة جدا جدا. يعني الخلاصة ان انت كل الصناعية في مجال المعمار يكون ليك تعامل معاهم وكلهم نسبة في الشغل بتاعك. تمام. وطبعا تعرف مكاتب الديكور ان انت بتختار الماكينة دي ويكون عندك الماكينة دي، وطبعا هيكون من ضمن الاتفاق هيكون ليهم نسبة من شغلك. طبعا ده يا جماعة الناس كلها بتتعامل، وحتى الشركات الكبيرة والشغل ده كله الناس كلها بتتعامل بنفس الطريقة دي. تالت حاجة ودي أهم حاجة، إنك تعمل صفحة وتمولها بشكل مستمر، تنزل عليها شغلك أول بأول، وتعمل ممول وتستهدف فيه الأماكن اللي هقولك عليها دلوقتي. أول حاجة منطقتك طبعا، تاني حاجة يا جماعة جروبات وصفحات الديكور الصناعية زي جروبات النقاشين وجروبات الإنشاءات والأشخاص المهتمة بالمجال ده. وطبعا الصفحة مهمة جدا جدا، لان زي ما انتم شايفين الكل بيتجه للتعامل من خلال الانترنت من بيع وشراء وتعامل بشكل عام. الحملة الاعلانية يا جماعة مهمة جدا، وتوسيع دائرة علاقاتك بشكل مستمر من اساسيات نجاح المشروع ده، بمعنى ان كل ما يكون ليك اسم في السوق معروف ارباحك هتطلع بشكل كبير، لان شغلك هيكون اكتر، يعني
بحسبة بسيطة هعملها لكم دلوقتي، هتعرف الأرباح اللي أنا قلت لك عليها في أول الفيديو إزاي أنت هتوصل لها. لو هتعمل في اليوم طبعا بعد ما يكون لك اسم ويكون لك زبون، هتعمل في اليوم 20 متر يوميا، وال20 متر دول حوالي 3 رسمات مقاس وسط، يعني مش كتير في اليوم، بمعنى إنك هتشتغل في اليوم حوالي 2 ساعة بس بالماكينة. يبقى 20 متر في الشهر بتساوي 600 متر، في سعر المتر صافي بعد طبعا بعد الأحبار 100 جنيه. طبعا احنا جبنا دلوقتي 100 جنيه أقل حاجة، طبعا هنقوله صافي 100 جنيه، 100 في 600 متر ب60,000 جنيه صافي ربح شهرية، طبعا يا جماعة المواصلات والكهرباء على العميل أو على الزبون. أما بالنسبة يا جماعة لأسعار الماكينات، الماكينة الواحد هيد بتعمل 150,000 جنيه، الماكينة الاتنين هيد بتعمل 160,000 جنيه، يعني فرق 10,000 جنيه بين الاتنين. طبعا وفي النهاية هسيب لكم في صندوق الوصف تحت الفيديو، الفيديو الوصف بيشرح كل حاجة عن الماكينة بالكامل، وكمان أرقام الموردين تقدر تتواصل معاهم وتعرف أكتر عن المشروع. وفي النهاية يا جماعة لازم تعرف وتبحث أكتر عن المشروع اللي هو مهتم، عشان يكون عندك رؤية شبه كاملة لنجاح المشروع وإزاي الموضوع هيمشي معاك. أتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة، ولكم جزيل الشكر. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.